تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص وخدمات هيئة الصحة بدبي بشكل أخص. فحياكم الله معانا، إن شاء الله تكون حلقة لطيفة خفيفة عليكم. صباح الله بالخير دكتورة ندى الملة. صباحك ورد يا محمود، وصباحكم نور وسرور في يوم الأربعاء، وإن شاء الله تبع باكر الخميس الونيس، وإن شاء الله كان الأسبوع هذا أسبوع جميل وإيجابي وحققتوا فيه اللي أنتوا تطمحون له. بس أذكركم برقم التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على كاونت نور دبي وهيئة الصحة في دبي على الإنستغرام. طيب، أول ما نبتدي حلقتنا اليوم نأخذ إن شاء الله الرسالة اليومية من أسماء الجناحي. أسماء بتخبرنا عن آخر ما توصل له أو آخر ما استجد في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن لما ترد علينا خلينا نذهب إلى هذه الدراسة. الدكتورة تقول وجدت دراسة أسترالية جديدة أن المحليات الاصطناعية الموجودة في مشروبات الدايت الغازية تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل. وقالت الأبحاث الجديدة التي قام بها أساتذة من جامعة إدليايد، صح شي اسمها؟ أديلايد في استراليا، أن استهلاك المحليات الاصطناعية بكميات كبيرة يؤثر على قدرة الجسم على السيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم. وشارك في الدراسة 27 شخص بوضع صحي جيد، وطلب من بعضهم تناول كبسولات تحتوي على مواد تحلية اصطناعية تعادل قيمتها 5 علب من مشروبات الدايت الغازية، فيما أعطي الآخرون كبسولات وهمية وكان عليهم تناولها 3 مرات في اليوم لمدة 2 أسبوع. واحتوت الكبسولات على مادة السكرالوز المشتق من المحلي الصناعي السكروز. وحين أقول يلا هذا يلا أسيس الليفن بوتاسيوم المحل الصناعي الخالي من السكر. ورا بعض. المهم، أسيسوليفيم البوتاسيوم المحلي الصناعي الخالي من السعرات الحرارية. في نهاية التجربة أظهرت الاختبارات أن أولئك الذين كانوا يستهلكون المحليات الصناعية قد تضررت قدرة أجسامهم على إدارة الجلوكوز في الدم، مما يمكن أن يؤدي في وقت لاحق إلى ارتفاع مستويات خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري على المدى الطويل. دكتورة، دائما نحن يعني عندنا الناس شو يسوون؟ أتحصل طلب مندي وبرياني وما أدري كذا، وآخر شيء يقول له دايت بيبسي. لا بعد سوبر سايز مين يطلبون بعد الأكبر سايز بطاطا ويأخذ دايت؟ ليش يقول لك عشان ما استهلك سكريات؟ محمود، في نقطة بس مهمة بس بعرف المستمعين، هو شو أنواع السكر واحد يحصلها؟ يعني لاحظوا في شيء اسمه رو شوجر أو السكر الخام اللي يكون مو معاد تصنيعه هو الأفضل شيء، وفي الريفايند شوجر. معظم الشكر اللي نستهلكه يعتبر ريفايند أو معاد تكريره، وهذا أيضا سيء. وفي الارتيفيشال فليفرز أو المنكهات الصناعية تتكلم عنها الدراسة. فلما شيء عن نظام غذائي مثلا يبغى ينزل وزنه أو عنده مشاكل صحية، لا يتوجه للمنكهات الصناعية، ياخذ منكهات طبيعية، يعني الرو شوجر أو السكر النباتي أو السكر المبعد معاد تكريره. بس المحليات الصناعية جدا سيئة، والمشروبات الغازية اللي تدعي إنها للحمية
أو الدايت يكون مكتوب عليها أو خالية من السكريات، هذه كلها فيها محليات تضر الجسم، تسوي هشاشة عظام، تزيد نسبة الإصابة ببعض أنواع السرطانات وتؤدي إلى رفع نسبة الإصابة بالسكري. طيب في مبادرة كانوا مسوينها على مواقع التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي اللي هي يعني الانقطاع عن السكر، كانت أسماء واحدة من المشاركات في هذا التحدي. أسماء صبحت الله بالخير. شجاعة، أسماء شجاعة. نور سرور، خبرينا عن هذا التحدي. أنا أتذكر أن ما أدري لين الحين أنت هذا ولا وقفته؟ أنا أسوي يعني شهر أسوي وأقطع شيء كم يوم وأرجع أسوي مرة ثانية، كل ما أحس أن أنا برجع أدمن، لأن السكر المصنع يخليك تدمن عليه أخوي محمود. صحيح، يعني صحيح. حتى أن العقل يتعود عليه فيوصل مرحلة الإدمان. بس كيف الحياة من غير سكر؟ تبصق في روح السكر اسمه حلو اكيد كما دكتوره في البدايه يمكن الانسان يحس انه يعني ما يقدر يتقبل الموضوع، لكن احنا دائما ننصح انه يكون بشكل تدريجي. يعني اذا انت ما اقول لك اقطع مره واحده لانه بترجع، يعني مره ثانيه تبغى تاكل بتحس ان انت تعبان، لكن مثل لما تعود على اساس خواشيك سكر خلها اثنين لمده شهر، لان براعم اللسان تتعود على الطعم الجديد بعد 21 يوم. صحيح صحيح. فبعد 21 يوم نقص بعد شوية، يعني لين ما أنت وخلي عقب راح يكون نمط حياة صحي. لما بترجع تحطها مع سكر ما تقدر تتقبله. صحيح. يعني في وايد أنواع من الحلويات ما أقدر أكلها الحين. ما شاء الله عليك يا أسماء، الله يثبتش إن شاء الله وتكملين المشوار الجميل إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شو الجديد عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ عندنا اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا مبادرة قيادات في خدمتكم مع الدكتور مروان الملة، راح نتكلم عن الأشياء الرئيسية. طبعا بعض الأشخاص ما يعرفون مثل مصطلح التنظيم الصحي. التنظيم الصحي هو اللي متعلق بكل المنشآت الصحية داخل دبي، ترخيص المهنيين، كيف الواحد يقدر يعني يحصل مثل مزاولة المهنة، التشريعات، السياسات، التفتيش على القطاع الخاص، الاستثمار الصحي والشكاوى الطبية في القطاع الخاص. يعني هاي الأشياء كلها من اختصاص التنظيم الصحي. فأي حد عنده هالسؤال أو يبغى يتواصل ترى الساعة 11 بنكون مع دكتور مروان الملة وهو ممتاز. مدير إدارة التنظيم الصحي يجاوب على كل هالأسئلة. ممتاز. على أي رقم يتواصلون معاكم؟ يتواصلون أيضا على رقم المجان اللي هو 800-342 800-342 اللي حاب يشارك في مبادرة قيادات في خدمتكم. وهذه طبعا يعني كانت هنالك توجيهات واضحة من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي بضرورة مشاركة كافة القيادات في هيئة الصحة بدبي من خلال هذه المبادرة للتواصل المباشر وتعزيز موضوع الطرح الشفاف. صحيح. ما بين القيادات في هيئة الصحة وأيضا ما بين الأمور اللي تشغل بال يعني المتعاملين. صحيح. مع خدمات هيئة الصحة بدبي. أكيد. أيضا برنامجنا واحد من هذه المنصات كذلك، نحن نستقبل آراءكم واقتراحاتكم وشكاويكم وملاحظاتكم. كذلك أسماء عندها منصات التواصل الاجتماعي بعد كذلك، هي يعني مسخرة لهذه ناخذ ملاحظات. أكيد. بس أنا أحب يعني أنوه أن يعني تعتبر هيئة الصحة بدبي هي من أو أوائل الجهات أو أول جهة أن تكون عندها لقاء أسبوعي مع قائد أي مؤسسة. يعني فلما نشوف مؤسسات ما في مؤسسة تستخدم السوشيال ميديا بشكل أسبوعي، كل مرة نحط قسم. صحيح. ونسمع للناس وناخذ مقترحاتهم ايضا نجاوب. يعني في بعض الاشخاص يعني يكون عندهم سوء فهم فيتعرف انه يشتكون وها، لكن لما يعرفون الموضوع من كل النواحي ويكون المقابله يعني مثلا نقول وجها لوجه تتغير المفاهيم عند الجمهور. أكيد. والله أكيد. ذكرتيني بقصه صارت، اتذكر استاذ راشد الخرجي زميلنا وحبيبنا مره حول لي احد المستمعين كان عنده شكوى على مستشفى راشد، كان كل ما يدخل يعني يجلو له العمليه لانه كان يبغي يسوي عمليه في ريله ويجلو له العمليه مره ومرتين وثلاثه، فاتصل اشتكى البث المباشر. قمت انا تابعت موضوعه للامانه وصرت المستشفى بروحي وكذا وكلمتهم وقلت لهم يا جماعه الخير ان الريال هذا ثلاث مرات انتم تبغون تدخلون. قالوا محمود نحن الريال يبغي الطبيب الفلاني. زين. هذا مختص كان عندنا اعتقد يا ربي ما اتذكر من وين، المهم يعني يبقى طبيب معين يعني لازم استشاري وخبير في هذه هذا النوع من العمليات. قلنا له اوكي حاولوا تسووا لي العملية باكر قدر الامكان لان الريال صار له كل يوم يصوم وانتم ما تدخلونه.
فقالوا لي خلاص ما فارق طيب. المهم وصل الريال لين العملية لابس اللبس مال العملية والسرير بس باجي يدش غرفة العمليات رجعوه. ليش؟ ليش؟ رجعوه ها؟ سبحان الله. صرت قلت له يوم استفسرت عن الموضوع انزين ويت وضحت له قلت له شوف انت تبغي الطبيب الفلاني وهذا بالفعل يعني هذا الطبيب يعني واحد من الكوادر وما الجماعة كلهم في مستشفى راشد ما شاء الله عليهم يعني صحيح. لكن هنالك بعض التقنيات بعض الأشياء اللي يتميزون كل واحد يتميز فيه عن الثاني ولكن في أنت يعني الحالة اللي أنت جيت فيها زي في حالة خطرة وصلت وهذا تكرر معك 3 مرات فأنت يعني الله مو كاتب لي يسوي يمكن عن هالدكتور لا أنت حالتك مستقرة ما يعني ما بإن هذا بس مجرد العملية تسويها وهناك في حالة ممكن تتعرض للوفاة ف يعني يرضيك أن يدخلونك أنت العملية ويهملون هذاك قال لا والله ما يرضيني بس هم ما بلغوني بهذا الموضوع لكن جزاك الله خير أن تبلغتني لا وبالعكس يدخل هذا لهم خبريني كان أنا رضيت ولا تكلمت في هذا الموضوع فهذه من ضمن الحالات اللي يتم توضيح المسائل لها وجزاك الله خير الدكتور يا في الويكند في إجازته وسوال العملية لأن العمليات هذه في بعض العمليات تأخذ 6 ساعات 7 ساعات دكتورة صحيح. فيطلع الطبيب يعني مو ببركز تبغي يسوي لك العملية مرهق فالواحد يعني ما بيجازف في هذا ما جازف حياة الناس إذا هو تعبان وما يقدر بالضبط. والحالة مستقرة فما يجازف هالموضوع إيه وممكن أن نتأجل فأحيانا يا جماعة الخير يعني طولوا بالكم في بعض الشغلات ممكن نحن ما نشوفها تكون غايبة علينا لكن نحن نساهم سبحان الله في إنقاذ حياة الناس حتى وانت مريض ممكن تساهم في إنقاذ حياة شخص آخر فجزاك الله خير أسمي طولنا عليك اليوم بختمها بس برسالتنا اليوم الإيجابية الرسالة تقول كلنا نستطيع التغيير فلا توجد عادة لا يمكن تغييرها هذا نفس موضوع السكر حدد تلك العادة السلبية ووضع خطة لتغييرها مثل ما قلت لكم بشكل تدريجي حط خطة وراح تتغير أي عادة تبغاها في نفسك سواء كنت عصبي كنت سعيد كنت اللي تبي راح يتغير لكن إذا أنت كنت تبي هذا الشيء إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صحيح. شكرا لك يا أسمى شكرا لك أسمى الجناح كانت معنا عبر الهاتف بعد الفاصل إن شاء الله ما نلتقي بكم وإن شاء الله يا رب نشوف بخلي الموضوع مفاجأة دكتورة نتكلم عنه ومو مفاجأة يعني إن شاء الله لأنه ما أدري إذا بترد علينا الدكتورة ولا لا خاصة بس إن شاء الله بترد عموما أرقام التواصل معنا 600-551-1414 ورسائل نصية على 4006 فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي طبعا مستمعينا نحن من نتكلم عن موضوع جميل موضوع يعني تقني حديث ما نتكلم عن خدمات التطبيب عن بعد في عيادة الصداع هي محمود موضوع جدا جميل وهو ممكن نقول الأحدث في مجال الطب حاليا هو التطبيب عن بعد إن المريض إن الدكتور يخاطب طبيب آخر في منشأة أخرى فمعانا على الهاتف الدكتورة إلهام النعيمي أخصائي أول طب أسرة رئيس وحدة خدمات 24 ساعة في مركز البرشة الصحي رئيس لجنة التطبيب عن بعد في المراكز الأولية صبحت الله بالخير دكتورة إلهام صبحتكم الله بالنور رح بصبح على المستمعين وعليك دكتورة ندى وعلى أستاذ محمود أهلا شكرا على الاستضافة شكرا لك وإحنا كنا دكتورة لحظة أنا عندي سؤال شوية خارج الموضوع هذا الحين مو مديرة الثانية أنت مديرة ندى ولا ندى مديرتك ولا ثنيتكم مدرة كبار لا نحن نفس نفس المستوى نحن زملاء وعزاء وما شاء الله عليها دكتورة ندى يعني متميزة في عملها في العيادة سؤال فيات دكتورة بس دائما طيب عطينا نبذة عن عيادة الصداع أول شيء دكتورة وبعدين ما ندخل في التقنية عيادة الصداع مبدئيا كان مشروع اقترح ان شفنا اول شيء ان احنا مرضى الصداع عددهم كبير اللي يرجعون عندنا المراكز الصحية الأولية وعشان يتحولون للمراكز الرعاية التخصصية في مثلا مستشفى راشد بقسم الأعصاب شفنا ان مثلا
الوقت الانتظار كان يالس يزيد مع زيادة عدد المراجعين أو عدد المرضى. فكرنا بطريقة أن نحن ليش ما نوفر الخدمة في المراكز الصحية الأودية اللي هي قريبة على المراجعين، في نفس الوقت ممكن ينشافون قبل المواعيد اللي في العادة تنعطى لهم في المستشفيات. فبالعكس بدينا المشروع وشفنا استجابة جدا ممتازة من المجتمع من المراجعين. فبعدين قررنا أن فكرنا أن كيف نحن ممكن نطور هالخدمة. ففكرنا في التطبب عن بعد. جميل. دكتورة إلهام، هالعيادة تعمل في عيادتين هو البرشة وند الحمر، صحيح؟ كم عدد المتعاملين تم استقبالهم في عيادة الصداع في مركز البرشة منذ افتتاحها لليوم؟ منذ الافتتاح لين الحين تقريبا شفنا أكثر من 150 مراجع في المركزين في البرشة وفي ند الحمر. ال 150 مراجع انشافوا في تقريبا 6 أسابيع. العدد نفسه في الغالب ينشاف في خلال 3 شهور، يعني المريض إذا يبغي ينشاف 3 شهور في المستشفيات في قطاع المستشفيات. فنحن تقريبا قللنا وقت الانتظار مبدئيا لين 50%، يعني الحين ينشافون في نص الفترة اللي المفروض ينتظرون فيها عشان يشوفون الأخصائي في المستشفى. أنا أبغيكم تسوون إحصائية عن عدد المتزوجين منهم. لا لا، نحط لازم نسوي مقارنة بين عدد المتزوجين والغير متزوجين يوم الصداع. أنا أقول لك رح يطلع عدد غير متزوجين يوم صداع أكثر. اي لان هذه لك مساكين امراض قلب وضغط على طول على المستشفى، ما يحبون يوصلون عند الصداع، ما يروحون المراكز الصحيه. ممكن، ليش لا، ممكن. انزين يا دكتور إلهام، طبعا احنا اليوم موضوعنا الاساسي عن الخدمه الجديده اللي بتقدمونها هي التطبيب عن بعد، فخبرينا عن الخدمه اللي بتنطلق اليوم، واعتقد الحين هي شغاله في العياده، صحيح؟ نعم، الحمد لله اليوم افتتحنا الخدمة في عيادة البرشة وبدينا نشوف أول المرضى اللي سجلوا اليوم في العيادة. بس في البداية حابة أعطي الجمهور فكرة عن جهاز الروبوت الآلي اللي احنا نستخدمه في التواصل ما بيننا وما بين المستشفى. جهاز الروبوت الآلي احنا نسميه روبودوك، يعني روبوت وفي عيادة، فيعني شغلة لازم يكون له علاقة بالقطاع الطبي، صحيح. فهو عبارة عن جهاز متحرك، يعني هو لو شفتوه بيكون يعني مثل جهاز يتحرك في العيادة. نقدر نتحكم فيه عن بعد خلال وجودنا في العيادة أو من خارج العيادة من المستشفى، أن يقدر يلف العيادة ونوجهه للمنطقة اللي نحن محتاجين فيها، سواء كان قسم الأشعة، قسم المختبر مثلا، لو بغينا يروح لغرفة استشارة معينة، كل يكون مبرمج على الجهاز الروبوت ونقدر على طول نتحكم فيه. يوفر هالجهاز خدمات التواصل ونقل المعلومات عن بعد بين مراكز تقديم الخدمات الطبية وحتى التعليمية، يعني ممكن حتى يستخدم في الأمور التعليمية وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المختلفة. تم استخدامه طبعا هذا الجهاز، استفاد من التطبيقات المختلفة في عديد من الدول العالمية الرائدة في تقديم أفضل الممارسات والعلاجات الطبية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هناك يستخدمونه بشكل جدا فعال في العلاجات الطبية والقطاع الطبي عندهم. ونحن كيف نستفيد منه؟ نستفيد من تقنية الروبوت في مراكز قطاع الرعاية عن طريق مكالمات الفيديو وتقنيات التحكم عن بعد، أن يكون فيها الطبيب حاضر من خلالها بوجهه على شاشة حاسوب مدمجة بالروبوت. يعني الدكتور يكون موجود في غرفة الاستشارة ويتصل مع طبيب آخر في قطاع ثاني في مستشفى ثاني أو حتى في منطقة ثانية، يعني حتى ممكن نحاول نتصل مستشفى راشد أو حتى مستشفى حتى يصير. طيب هم يسألون روبوت متواجد في كل المراكز الصحية، أنا سؤالي هل بيتواجد في كل المراكز الصحية؟ إن شاء الله نحن جربنا الحين في مركز البرشة، بنحاول نستفيد منه، بنطور الخدمات الاستفادة، وإن شاء الله بالعكس في توجهات نحن نزيد عدد الأجهزة الموجودة، وفي لأن في الروبوت المتحرك وفي الروبوت المحمول بعد. في وحدة اللي هي صغيرة تكبر الآيباد، يعني كذي ممكن ينشل، فبالعكس ممكن احنا ناخذه ونتنقل فيه خارج العيادة ونتواصل مع الأطباء من خارج العيادة وخارج مراكز الخدمة. حتى في واحد يسأل يقول الروبوت هذا مواطن، حط مواطن بداله. أكيد، وإذا بعد الجمهور يقترحون نسميه اسم بعد ما عندنا أي مشكلة، لأن اسمه روبودوك. فبالعكس يعني أنا أدعو المستمعين اللي لو في بالهم أو اقتراحات لاسم للجهاز بالعكس بنكون شاكرين. يعني ممتاز، إذن هذه دعوة لكم مستمعين اللي حاب يحط
أي اسم لهذا الجهاز ممكن يتواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما نركزها هناك انزين على أساس أنه تبعثوا لنا في الانستغرام خاصة الخاص بهيئة الصحة بدبي طرشوا لنا على الخاص الأسماء اللي أنتوا تبغون يعني تحطونه حق الروبوت. طيب في نقطة بعد أخ محمود أبغي أضيفها على الجهاز. الجهاز مزود بأجهزة للفحص في أجهزة فيها سماعة ممكن الطبيب في القطاع الثاني يقدر يسمع دقات قلب المريض في سماعة موصولة بالروبوت. أنا ممكن أحطها على صدر المريض يقدر الدكتور في الطرف الآخر يسمع دقات قلب المريض. في أجهزة مثل كاميرا الكاميرا فيها تقنية تركيز عالية ممكن تبين كل التفاصيل الصغيرة في جسم المريض فبعد يقدر الطبيب في الجانب الآخر يشوفها. فهو عبارة عن جهاز يوفر الصوت والصورة وبعد يشارك في الفحص بعد وساعد على الفحص الإكلينيكي بعد. ممتاز ممتاز. زين الحين هذا الشيء يعني أنا كيف أقدر أقول إن انعكس على تقديم خدمة جيدة للجمهور؟ أول شيء سهولة الوصول. أول شيء موجود في مركز رعاية صحية الأولية في البرشة. مركز البرشة مركز خدمات 24 ساعة. معظم المراجعين الموجودين في المناطق القريبة يقدرون يتواصلون معنا ويقدرون يستفيدون من الخدمة. النقطة الثانية اللي جدا مهمة وقت الانتظار. نحن نعاني من طولة وقت الانتظار بالتالي هذا الشيء وايد بيساعد على تقليل وقت الانتظار. الشيء الثالث أنه توفر الخدمة بيكون وايد أكثر وبتقنيات وايد عالية. يعني بدال ما أسمع رأي واحد يكون عندي رأي الأخصائيين اللي هو يوفر يعني المشوار كامل على المريض عشان إحنا نوصل الخدمة إلى المريض. حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن راشد إن إحنا لازم نوصل بخدماتنا إلى الجمهور وإلى المتعاملين ما ننتظرهم هم يطلبون الخدمة. فهذا بشكل كبير بيساعدنا لتحقيق هالنقطة. جزاكم الله خير ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الدكتورة إلهام النعيمي أخصائي أول طب الأسرة رئيس وحدة خدمة 24 ساعة في مركز البرشة رئيس لجنة التطبيب عن بعد في المراكز الخاصة بالرعاية الصحية الأولية. شكرا لك. شكرا لك. دكتورة بيحطون روبوت مكانكم. بيحطون روبوت مكانه محمود. شفت زين عشان اتفرغ بعدين البرنامج كل يوم اجيكم. يعني ما تبغين انت الطب خلاص تبغين البرنامج. لا قدم طب عن طريق هذا التطبيب عن بعد بيكون الناس تتواصل معي عن طريق الانستغرام واعطيهم استشارات. الحين ما شاء الله روبوت يسوي عمليات قام يفحص قام ولكن تحت اشراف طبيب لازم حتى الان وإن شاء الله إلى الأبد. عموما أنا واحد من الناس للأمانة أثق في الروبوت أكثر من الطبيب إذا بيسوي له عملية. ليش؟ لأن الدقة أعلى. إذن قرر الروبوت شير خلاص ما يشتغل شو بتسوي في النص العملية؟ شير ثانوية خلاص. خلاص بينما الإنسان البشري لا يشير يعني يشير يا جماعة يعني يقف يتوقف العمل فيه يعني بينما الإنسان البشري ما فيها الأخطاء أنه يوقف البرمجة تكون غلط. صحيح صحيح أمن. نطلع فاصل عيال فاصل وراجعين. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طبعا هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل كنا نتكلم عن موضوع وطلعتي فاصل دايركتلي ما حتى ما عطيتيني فرصة أني أنا أتكلم دكتورة. والله كنت بتقول شيء محمود ما انتبهت. تفضل قول الحين. لا خلاص نسيت الحين. لا عندنا موضوع وايد أهم الحين ما نتكلم عن المؤتمر الدولي العربي السابع لطب الأطفال والخدج حديثي الولادة. معنا في الاستوديو بيكون الدكتور خالد العطوي استشاري أطفال الخدج وحديثي الولادة في مستشفى لطيفة
صباحك الله بالخير دكتور. صباحكم الله بالخير وشكرا على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحب نشكر هيئة الصحة بدبي لرعايتها هذا المؤتمر في نسخته السابعة والذي يقام في دبي بداية من الغد إن شاء الله ولمدة 3 أيام. شو أهمية المؤتمر هذا دكتور؟ شو بيتم الطرح فيه؟ شو أهمية الاستضافة نفسها في دبي؟ نبذة عامة يعني عن هذا المؤتمر دكتور. إن شاء الله. هو المؤتمر يقام على مدار 3 أيام. في استضفنا 15 طبيب عالمي وخبير عالمي من دول العالم، من الولايات المتحدة، من بريطانيا، ألمانيا، تشيكوسلوفاكيا، تايوان، وعندنا كمان 32 متحدث من دول الخليج، الشرق الأوسط، ومن داخل الدولة. وين بيكون دكتور؟ بيكون في الانتركونتيننتال فيستيفال سيتي إن شاء الله. من الساعة كم للساعة كم؟ من الساعة يبتدي من الساعة 9 الصبح غدا إلى ينتهي يوميا على الساعة 6:30 بعد الظهر. ما شاء الله، يعني يوم حافل بالمعلومات. طيب دكتور، الدعوة عامة ولا الدعوة متخصصة للمتخصصين في هذا المجال الطبي، ولا أيضا هنالك بعض يعني الورش أو الأشياء اللي ممكن الواحد يستقطب فيها تخصصات أخرى؟ نعم، المؤتمر متخصص لأطفال الخدش وحديثي الولادة، وطبعا الأطباء الأطفال ممكن يحضروا. السنة دي أضفنا أن احنا وسعنا المجال بتاعنا شوية، مش بس الأطباء اللي يحضروا، بقية الكادر الطبي، يعني التمريض اللي بيتعامل مع الأطفال الخدش برضو لهم ورشة عمل خاصة بهم. الفريق العلاج الطبي، العلاج الطبيعي للأطفال الخدش برضو لهم جلسة خاصة بيهم، ورشة عمل خاصة بيهم تاني يوم في المؤتمر. عندنا احنا في خلال 3 أيام عندنا 10 جلسات وفي 38 محاضرة طبية ما شاء الله. بالإضافة إلى كده، ده بخلاف العشر ورش عمل المصاحبة للمؤتمر. اليوم ابتدينا ورشتين عمل، الأولى شغالة دلوقتي اللي هي الطب المبني على البراهين، وإن شاء الله هيتبعها الأبحاث العلمية وكيفية تطبيقها، وذلك تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لتوسيع مجال الأبحاث في داخل الدولة. جميل. أنا هني يحضرني هذا السؤال دكتور، لأن مستشفى لطيفة فيه عنده العديد من الخدمات المميزة. نعم. اللي يقدمها في هذا المجال، فأبغي أعرف يعني أول شيء شو هذه الخدمات، وأيضا من خلال هذا المؤتمر شو اللي بتطرحونه؟ تمام. احنا شعار المؤتمر السنة دي اللي هي الساعة الذهبية ما بعد الولادة، وهي الساعة الحرجة للطفل الخديج اللي هو مولود قبل معاده، الساعة الحرجة اللي هو ما بين استقراره في الرحم إلى استقراره ما بعد الولادة. فديت ساعة مهمة جدا ويتعامل معها لازم بعناية فائقة وشديدة. ومستشفى لطيفة هي من أوائل المستشفيات في الدولة اللي طبقت هذا أو هذه الساعة الذهبية. ففي عندنا حزمة بنعملها بداية من التمريض مع الأطباء للمحافظة على الجو المحيط بالطفل لتجنبه المشاكل الطبية الناتجة عن هذه الاختلال في هذه الساعة. ممتاز. دكتور، بما أنك طرحت أن الساعة الذهبية، شو الفرق ما بين العناية المقدمة للطفل المكتمل نموه بعد ما يولد والعناية المقدمة للطفل الخديج؟ شو يفرق؟ الطفل الخديج هو بيكون الأجهزة بتاعته مكتملة موجودة، بس غير مكتملة الفعل، الكفاءة الطبية بتاعتها غير مكتملة، يعني الرئة موجودة بس قابليتها على التغير في غازات الدم ليست بالوضع الكافي. فهنا هو احنا لازم نحافظ على الرئة عشان توصل إلى الرئة بتاعة الطفل الطبيعي فيما بعد. صحيح. طبعا النصائح كلها دلوقتي ان احنا نخفف من استخدام الجهاز التنفس الصناعي، لازم نحافظ على درجة حرارة الطفل وما نعرضوش الى نقص في درجة الحرارة. كل دوت تحت ما يسمى بحزمة الساعة الذهبية، ودوت فعلا بدأنا نطبقه في مستشفى لطيفة الحمد لله. جميل. على طار التطبيقات دكتور، شو هي أبرز التقنيات الجديدة اللي دخلت مستشفى لطيفة؟
طبعا في مستشفى لطيفة الحمد لله up to date ودايما الأجهزة الحديثة موجودة فيها, ومن الأجهزة اللي احنا إن شاء الله هنبتدي ندخلها اللي هو وجود كاميرات داخل الحضانة نفسها أو الغرشة, بحيث ان احنا نراقب الطفل كجهاز طبي وتمريري, وفي نفس الوقت في كونكشن بتوصل صورة الطفل للأهل للأم فبيشوف الطفل فبيحصل فبي وهو دوت النوع الثاني برضو من اللي بتقدمه مستشفى لطيفة اللي هو الطب التفاعلي ما بين الأهل. الأول كان القرار في إيد الدكتور وبياخد القرار, لا دلوقتي احنا في الطب الشامل اللي هو الأم مع التمريض مع الدكتور مع بقية التخصصات اللي بتتعامل مع الطفل. ممتاز. داخل وين الغرشة دكتور؟ الحضانة يسمونها غرشة. يسمونها الغرشة. نعم. وعلموه كان مصطلح دكتور. دكتور خالد, لو ممكن تعطينا فكرة عن عدد الأسرة المصممة للخدج في مستشفى لطيفة والتوسعة اللي ممكن تكون فيها. تمام. احنا كان عدد الأسرة 48 سرير, وكان نسبة الإشغال عندنا من 100% ل 140%, ودوت لتميز مستشفى لطيفة بالخدمة في مجال الطفل الخديج والخدمة اللي هي تقدم في مجال ما قبل الولادة اللي هو التشخيص الجنيني. وفي وجود برضو فريق جراحة الأطفال, فالمستشفى متكاملة فالضغط عليها شديد. فحصل التوسعة الجديدة, التوسعة الجديدة وصلت عدد الأسرة إلى 64 سرير. ممتاز. التوسعة الجديدة اللي هي بنظام الفاميلي سنتر كير اللي هو الطب التفاعلي مع الأهل. ودوت بيفيدنا أكتر إن هو بيخلينا ندي فرصة للأهل سواء الأم أو الأب رعاية الطفل بطريقة الكنغر اللي هو يحط الطفل على داخل ثياب الأم, داخل على ثياب الأم يبقى في تلاصق جلدي. ودوت بيحسن العلاقة نفسيا للأم وبالتالي الطفل بيبقى صح. في دراسات بعد طلعت محمود أن لما الطفل الخديج الأم تسوي حركة الكنغرو يتحطه داخل ثيابه على صدرها مباشرة يساعد حتى في نمو الطفل وفرص نجاته, لأنه يحس كأنه بعد داخل الرحم لأن دقات قلبه قريب من دقات قلب الأم. فهذه يعني شيء جميل لما كنا نشوف إحنا الأمهات في المستشفيات يتبعون طريقة الكنغرو. دكتور خالد ممكن تعطينا بس عمر أصغر طفل خديج انولد في مستشفى لطيفة؟ من فترة ليست بالبعيدة تم تخريج أصغر طفل من مستشفى لطيفة وكان وزنه 420 جرام, ودوت الحمد لله خرج من المستشفى بعد فترة ليست بالقليلة, والحمد لله من خلال متابعتنا له ما شفناش أي مشاكل من المشاكل اللي هو بتحصل لطفل الخديج في الحين. كم عمره استوى؟ تقريبا دلوقتي سنة ونص. سنة ونص ما شاء الله. 400 جرام محمود, تخيل كم حجمه يوم ولد, يعني كبر الكف يمكن كبر الكف وأصغر. طيب دكتور, بالنسبة لأكثر الأمراض شيوعا أو أكثر الأخطاء اللي يرتكبونها الأمهات أثناء فترة الحمل واللي تؤدي إلى مثل هذه الحالات, شو الأشياء اللي ممكن نحن نقدمها كنصايح لهؤلاء الأمهات؟ نحن بنقول طبعا هنا هو من الأسباب الولادة المبكرة طبعا صغر سن الأم أو كبر سن الأم, الإرهاق نتيجة العمل الشديد, نمرة ثلاثة عشان احنا المجتمع منفتح ففي بعض الجنسيات بتدخن أو ما شبه ذلك, فكل دوت بيؤدي إلى الولادة المبكرة. فننصح ان احنا نبعد عن التدخين الأكل الصحي من أهم الحاجات برضو اللي هو المتابعة المستمرة خلال فترة الحمل دي مهمة جدا عشان من خلالها بيحصل تشخيص لحالات الطفل, ومن خلالها برضو بيتعرف إذا الأم عندها التهابات أو ما عندهاش وناخد العلاج المبكر. صحيح. دكتور خالد, بما أن أنت ذكرت أن تسوون مثل فاميلي سنتر يعني تكون الأهل قريب من الطفل, لو ممكن توضحنا دور الرضاعة الطبيعية حتى
في الطفل الخديج. نعم. لأن في وايد من الأمهات يقول لك أنا ما برضع لأنه هو بعده صغير وما يقدر. فدور الرضاعة الطبيعية أصلا خصوصا عند الطفل الخديج المولود قبل وقته. دلوقتي العلم المبني على البراهين بينصح بالرضاعة الطبيعية من حتى الطفل الخديج حتى في أصغر السن طالما العلامات السريرية منتظمة أو مستقرة، فبنبتدي حليب ليس بغرض التغذية بس بغرض تنبيه الأمعاء إن في حاجة هتدخل على معدتك أو على أمعائك، فتبتدي الأمعاء تتحرك، تبتدي الأمعاء تفرز الهرمونات الخاصة بالهضم، فدوت بيساعدنا على الهضم وبيساعدنا برضو على تجنب مرض يعني بيحصل للأطفال الخدج كتير اللي هو مرض الأمعاء الناخر اللي هو النكروتايزنج انتيروكوليتس. الحين حتى الحليب حليب الأم أعتقد يعني ممكن يخزن وممكن صحيح لين سنة يخزن في الفريزر معه في الديب فريزر 9 شهور قالوا لين دايما إحنا مجازا نقول 9 شهور 12 شهر في الديب فريزر أو الفريزر العميق يعني ما ينفتح في مراكز الرعاية الصحية الأولية. أنتم عندكم مبادرة ونشتف في موضوع الرضاعة الطبيعية دكتور، خبرينا عنها بشكل سريع. إحنا عندنا اعتماد العيادات الرعاية الصحية الأولية كعيادات صديقة للأمومة والطفولة، معناه تشجيع الرضاعة الطبيعية فقط وما نشجع حليب المجفف أو العلب. إحنا في بعض العيادات، عيادات محمود خذت الاعتماد في شهر فبروري أو 2، وإحنا باقي العيادات بتاخذ الاعتماد. فأي وحدة أي أم تحامل أو توج ربيتي حابة تستفسرين عن الرضاعة الطبيعية تتوجه لأي مركز صحي، عندنا خبيرات وعندنا عيادات لمتابعة الرضاعة الطبيعية. بعد شو أسباب الـIUD وفاة الجنين المفاجئ؟ Intrauterine death اللي يكون في الأجنة. الأسباب بتكون عديدة، ممكن يكون مرض في الأم نفسها نتيجة الضغط، عندها ضغط أو عندها المشيمة فيها تكلسات ما بيوصلش صحيح. الدم مظبوط للطفل، أو بيكون في أمراض في الطفل نفسه كالأمراض الوراثية أو الكونجينيتال أنوميليز اللي هي لا تتوافق مع الـ أنها تكمل وتعيش. أنا هنا عندي سؤال شوي مختلف دكتور، أبغي أسأل المرأة كم ولادة ممكن تلدها يعني بشكل طبيعي وما راح يأثر على صحتها بشكل سيء؟ يعني في بعض الأحيان دكتورة أنه اللي نلاحظه في عوائل ما شاء الله يعني عندهم 13-14 شقيق، وفي ناس يعني سبحان الله واحد أو اثنين، فأبغي أعرف يعني هل بشكل صحي إنه ممكن هنالك ولادات عديدة أم لا؟ والله هو الأفضل الخير الأمور الوسط طبعا، اللي هو لازم فترة راحة ما بين الحمل والولادة إلى الحمل والولادة اللي بعديهم. كم تقريبا تقريبا اللي هي مدة الرضاعة ديت اللي هي أنسب شيء السنتين اللي هو أنسب شيء بالنسبة لتغذية الأم وصحتها. دكتور خالد نتكلم على السريع أبرز المشاكل اللي يعاني منها الأطفال الخدج تمام. يعني شو تكون المشاكل الصحية اللي يعاني منها الطفل الخديج؟ وفي دراسة ذكر قريتها من فترة أن الطفل الخديج أن الولادة المبكرة واحدة من أسباب وفاة أشهر الأسباب لوفاة الأطفال حول تمام. العالم تمام. المشاكل اللي بتحصل للطفل الخديج ممكن تاخد جميع الوظائف الحيوية، نبتدي من المخ اللي هو النزيف الدماغي ودوت نتيجة الشعيرات الدموية في المخ رقيقة جدا صحيح. وأي تغيير في الضغوط في الجسم، ضغط الهواء أو ضغط الدم ممكن يؤثر على كده هوت ودوت. الحمد لله احنا في مستشفى لطيفة وصلنا إلى نسبة أقل من النسبة العالمية في نزيف الدماغي ممتاز. مقارنة بالفيرمنت أكسور نتورك، فإحنا في المستشفى لطيفة الحمد لله وصلنا إلى أقل نسبة من النسبة العالمية. ممكن بعد كده هو مرض الأمعاء الناخر، في بعد كده هو اللي هو ذات الرئة نتيجة نقص مادة معينة من الولادة المبكرة صحيح. ودي بتأثر على الرئة وتخليها تتعب بعد كده هو وبتخلي صحيح. طفل يكون محتاج في أكسجين لفترة طويلة. دي أهم الأمور. في الأمر الثاني المهم
هو النزيف خلف الشبكية. صحيح. ودوت برضو احنا عندنا حزمة عصبية حزمة علاجية بنستخدمها لتجنب النزيف خلف الشبكية. عندنا حزمة عصبية لتجنب النزيف الدماغي. عندنا حزمة علاجية عفوا لتجنب الالتهابات والانتقاءات في الأطفال. طيب دكتور أنا برجع يعني قبل أختم للحديث عن مؤتمر الدول العربي السابع لطب الأطفال الخدج حديثي الولادة. دكتور بس نذكر بمكان وزمان انعقاد هذا المؤتمر وأيضا بأبرز المحاور الرئيسية التي سوف يطرحها هذا المؤتمر على عجالة. دكتور إن شاء الله المؤتمر هيكون في دبي انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في قاعة مؤتمرات. هيبتدي المؤتمر فعليا غدا إن شاء الله من الساعة 9 صباحا وسيستمر على مدار 3 أيام. سينتهي يوم السبت إن شاء الله الساعة 4 بعد الظهر. في عندنا 10 ورش عمل. عندنا 32 متحدث زي ما خبرنا داخلي و15 متحدث عالمي. عندنا من الحاجات اللي طبقناها السنة دي إن هو نفس الحضور خلينا يتفاعل مع المؤتمر عن طريق الفوتينج أو الأجهزة الإلكترونية. فدوت بيخلي فيه تشويق أكتر ما بين المحاضر وما بين ممتاز. تذكر واحدة من المحاضرات أو الأشياء اللي ممكن تكون مهمة جدا للمهتمين في هذا القطاع دكتور تنصح أنه لازم يحضرونها؟ اللي هو اليوم الأول هيكون بيتكلم بالكامل عن الساعة الذهبية للطفل. الساعة الذهبية للطفل اللي تكلمنا عنها أثناء هذا الحوار. نحن شاكرين لك دكتور خالد العطوي استشاري أطفال الخدج وحديثي الولادة في مستشفى لطيفة. شكرا لتواجدك معنا. ما أدري أنت ليش تحسست من السؤال اللي أنا طرحته دكتور ولكن أنا أعتقد أن مسألة أن يجب عملية تنظيم الولادة تكون بشكل جيد لأن أعتقد محتاجين هذه الثقافة تكون موجودة عند الجمهور وعند الناس. صح ولا دكتورة؟ صحيح يا محمود. يعني كل سنتين إن شاء الله وعلى حسب الحالة حسب ما يقول الطبيب. صحيح. يعني صحيح. حسب ما يقول الطبيب. صحيح. شكرا لك دكتورة ندى. شكرا لكم وشكرا لك يا محمود ولأيمن. باكر عندك ورشة دورة؟ لا لا باكر موجود إن شاء الله. موجود ها اليوم ما شاء الله متحمسة قبلي واصلة للستوديو. أنا دائما أوصل قبلك بس ما تشوفني. صح صح صح. شو رأيك أيمن في هذا الموضوع؟ إيه لا زين. أيمن يسأل يقول موجود أنت إن شاء الله باكر مع مواضيع جديدة إن شاء الله. إيه إن شاء الله. شكرا لك. الاستوديو اليوم وايد حار يا أيمن يعني عرقنا الصراحة. شوفوا لنا صرفة فيه ما نبغيش اسمه ولا هذا حرارة البرنامج يمكن هذا من تفاعلنا محمود من حماسنا للبرنامج. انزين اني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. صحيح صحيح. انزين وين المشكلة يعني؟ لا يعني سؤالك انت اللي لا خذ خذ أربعة. اوكي تشانت روم. نشكر أيمن ومي تشانت روم أقول له. انزين عموما جزاكم الله خير مستمعينا. نشوفكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع. شكرا لك ميرا المهيري. ميرا الغفلي عفوا ميرا مهيري على الجروب كانت اليوم طرشة وايد أشياء. ميرا الغفلي مشكورة. شكرا لك أيمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.